طيب لاعب معانا دلوقتي تليفون مهم جدا، كابتن محمد زيدان كابتن منتخب مصر، وانا في رايي من اصحاب المهاره اللي مش هتتكرر في مصر تاني، كان مشرفنا في المانيا وعمل شكل اكتر من رائع. كابتن محمد ازيك؟ كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك. حبيبي يا كابتن هاني، ربنا يخليك يا حبيبي، ومشكر جدا طبعا، وعيد سعيد عليكم كلكم وعلى مصر وكل المصريين. اهلا بيكم، كل سنه وانت طيب. قضيت العيد ازاي النهارده يا كابتن؟ والله يعني لغايه دلوقتي مفيش حاجه، طبعا الاجواء اللي احنا فيها ما ذبحتش؟ لا، ما هو الحاجه الوحيده اللي عملناها طبعا الذبح. انا والله لسه اصلا من كتر الزحمه وكده لسه مخلصين الذبح، يعني على ما خلصنا وعملنا بعد صلاه المغرب والله. يا دوبك طبعا محمد، كمان احنا في انا والاسره في الساحل، فطبعا يعني عندي بنذبح عندنا في بورسعيد مع الاهل وكده، وهنا في القاهره سوري في الساحل بقى طبعا، عشان برضو لازم اذبح بنفسي برضو هنا، فبنذبح هنا في الساحل، ففي كذا مكان يعني، والحمد لله يعني بنحاول الواحد على قد ما يقدر. ناس كتيرة راحت الساحل وذبحت في الساحل. مين؟ ناس كتير يعني. لا بقت بقى في كده الفترة الأخيرة بقينا نقول رايحين الساحل نذبح ونيجي. لا وبصي، لا وكمان في ناس كتير نزلت على فكرة، أنا في ناس صحاب كتير اللي نزلوا القاهرة ذبحوا ورجعوا تاني ذبحوا هنا. يعني أنا أصلا كنت في القاهرة من يومين ثلاثة، ذبحت هناك من يومين وذبحت، وطبعا أهلي بيذبحوا في بورسعيد، وهنا ذبحت برضه في الساحل. يعني أنا كنت حريص على إني بعد صلاة العيد نذبح هنا برضو في الساحل، لان في غلابه كتير جدا جدا هنا، وفي ناس كتير في عماله في موظفين. طب بالظبط طبعا، وده موسم كل القرى، كل القرى السياحيه طبعا، الناس بتوع الامن والناس بتوع النظافه، يعني الناس دي بتبقى محتاجه، والواحد بيحاول على قد ما يقدر يعني اللي كل ربنا بيقدره عليه بيعمله. فانا كنت حريص جدا، انا ومجموعه اصحابي ذبحنا هنا في الساحل في مكان كان قريب من القرى اللي احنا فيها، بنطلع نذبح فيه والحاجه بتيجي جاهزه وبعد كده بنوزع يعني. حلو قوي ده محمد، كل سنه طيب. لكن عايز اقول لك انت قضيت سنين طويله في المانيا، ويمكن كنا بنتكلم قبل ما تخش معانا على الهوا ان الاجواء في مصر مختلفه، ان العيد في مصر ليه شكل مختلف خالص عن اي حته في العالم. كلمني كده عن ذكرياتك وازاي كنت بتقضي العيد في المانيا. لا والله يا كابتن، انت حضرتك عارف يعني انت الاجواء في اوروبا عامه، او في يعني المانيا واوروبا بالتحديد، بتبقى اجواء العيد مختلفه بالذات عن يعني احنا ك يعني مثلا المصريين اللي بيبقوا عايشين بره، بيبقى عندهم كمان بيبقى عندهم الفرصه ان هم يقدروا ينزلوا مصر في مثلا في الاجواء بتاعه رمضان وفي العيد ويعيدوا. بس احنا ما كناش بنقدر نعمل كده يا محمد، احنا كنا على طول مكملين يعني. بالظبط احنا ما يعني ما كنتش ينفع تقول لي مثلا للمدرب او تقول للنادي انا هضطر اسافر عشان خاطر ان انا رايح اقضي العيد، يعني هم صح. الحاجات دي بيبقى عندك ماتشات وعندك دوري وعندك تدريبات، فبتبقى صعبه. يعني الاجواء بتاعتنا هناك ما بنحسش بطعم اجواء عيد خالص، ما بنحسش بطعم اجواء رمضان خالص. صح. الحاجه الوحيده اللي بتحسسك ولا شم النسيم ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. لا الحاجه الوحيده اللي بتحسسنا مثلا في ان احنا يعني مكالمات التليفونات لاهالينا بس كده ونفسنا ننزل وبتاع. وبعدين خلي بالك برضه يعني الوضع النهارده اختلف جامد جدا، بمعنى يعني مثلا انا عندي ولدين عايشين بره تقريبا 8 شهور ما شفتهمش، مش عارف طبعا بسبب ظروفهم. كان ليك كنت بتقول الموضوع طيب مخليني انا كل يوم معاهم على التليفون مرتين ثلاثه، بتكلم بعض مرتين ثلاثه في اليوم، ومستني ان انا ان شاء الله في خلال نص 8 هسافر لهم اشوفهم ان شاء الله. بس انا قصدي اقول ان احنا في وقتنا احنا واحنا بره يا كابتن هاني ما كانش بقى في حاجه اسمها فيس تايم ولا صح. ولا فيديو كولز ولا حاجه فايبر ولا سكايب ولا الحاجات اللي هي زي بقى والكلام ده. النهارده الواحد ما بيحسش بالبعد طالما في حاجه فيديو كول، بتقعد تتكلم اهلك وتتواصل معاهم وتكلمهم، فده بيصبرك شويه بتغير. يعني الدنيا اتغيرت اتطورت ان الموضوع ما عادش صعب قوي زي وقتنا احنا. الاجواء طبعا هنا في مصر مختلفه جدا، الصحبه الاهل الترابط الاسري الصحاب مع بعضها. طبعا العيد الصغير الدنيا كانت فيها مختلفه عن العيد الكبير دلوقتي، بسبب ان العيد الصغير في رمضان عيد الفطر طبعا كان وقتها بعد الكورونا على طول، فكانت الناس برضه لسه في بيوتها، كانت الدنيا لسه مقفوله، كان الحظر مقفول، المطاعم والاماكن والخروجات والكافيهات كلها كانت مقفوله. حتى لما فتحت برضه بقى في برضه شويه يعني لسه الناس مخليه بالها، في ناس خايفه كتير. برضه الدنيا دلوقتي فتحت شويه، الناس بتتحرك شويه بس برضه في يعني في حرص شويه، الناس صح بتاخد بالها شويه. بس يعني دلوقتي انا حاسس
ان ان ايه ان ان ان, إن العيد دون العيد الكبير العيد الاضحى الروح فيه اختلفت شويه عن عيد الفطر. يعني الناس يعني الجوامع، الناس راحت الجامع، الناس طلبت صلاه العيد، الناس كانت موجوده، الناس ذبحت، الناس بتقدر تمشي، مفيش حظر. تقدر تمشي. العيد العيد الفطر كانت الدنيا قافله خالص، صح، والمواصلات لا كان في مواصلات، ما كانش في مطاعم شغاله، صح، في ناس ما تقدر تخرج في اي مكان. فربنا يا رب بس يعني الايام المفترضه اللي احنا فيها ان شاء الله لا ان شاء الله ان شاء الله هتفتح شويه شويه، طبعا بقى الدنيا هتبقى ماشيه، يعني نرجع لحياتنا الطبيعيه ونبعد عن الحوارات ده ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيب يا محمد، عيد سعيد عليك. فيلين دانك اون اون فيدا زين فيل دانك تيجلوك تيجلوك. ايه ده ده ايه يعني بتقول ايه؟ بشكره بالالماني محمد، محمد كمان من الناس اشكرنا بالالماني يا كابتن. كل سنه وانت طيب يا محمد. قفل. لا طبعا محمد كمان من الناس اللي عايز اقول لك ان هم عملوا